الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، كما بحث عددا من ملفات التعاون الثنائي وقضايا المنطقة ودور مصر المحورية في محيطها الإقليمي والدولي المضطرب. تطرق أيضا اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين وجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان. اللقاء تناول أيضا تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على منح إذن إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبع بقدرة 1200 ميجاوات. وفي بيان لها ذكرت الهيئة أنه تم عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية والثالثة. وأكدت الهيئة أنه وفقا لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الرابعة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبع، ولم يثبت وجود أي مخاطر تهدد الإنسان والبيئة والممتلكات. أعلنت المجموعة العسكرية الجابون تعيين الجنرال بريس أولجينيجما رئيسا لما أطلقوه عليه المرحلة الانتقالية. وقال متحدث عسكري أنه بعد اجتماع حضره جميع القادة ورؤساء الأركان تم اتخاذ قرار بالإجماع على تعيين الجنرال بريس أولجينيجما رئيسا لفترة انتقالية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المعنية في الجابون إلى ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار شامل وهادف وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمين العام يتابع عن كثب تطورات الوضع في الجابون ويدين بشدة محاولة الاستيلاء على السلطة كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات. كما دعا غوتيريش قوات الأمن في الجابون إلى ضمان سلامة رئيس الجمهورية علي بونغو. استخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات المفروضة على مالي لعام آخر حتى 31 من أغسطس 2024. جاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت. وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن مشروع القرار كان ينص على تمديد نظام العقوبات الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام كما حدث في مرة سابقة. أعلنت بيونغ يانغ إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في إطار تدريب على ضربة نووية تكتيكية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن عملية الإطلاق جاءت ردا على المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن التدريب يحاكي ضربات الأرض المحروقة في مركز القيادة الرئيسية والمطارات التشغيلية عبر الحدود مع في كوريا الجنوبية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إعصار أديليا هو مثال آخر على تأثير أزمة المناخ، وموضحا الإجراءات التي يتخذها فريقه لتلبية الاحتياجات الفورية للولايات المتضررة من العاصفة. وفي تصريحات له قال بايدن أن الفيضانات التاريخية وحالات الجفاف الشديدة والحرائق الشديدة وحرائق الغابات الكبيرة تسببت في أضرار جسيمة لم تشهدها البلاد من قبل، وأضاف أنه تحدث مع حكام الولايات التي من المتوقع أن يؤثر عليها آثار إيطاليا حيث سيتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح.